وهلا اجى وقت التحدي ورح نشوف بعد ما صرنا زمان منيح مع بعض اذا عن جد بنعرف بعض منيح ولا لا. طيب واللي بيخسر شو بده يصير فيه؟ رح ياكل صحن كريمه بوشه. It's gonna be you. ايه وفي جائزه للي بيربح، انا ما رح طلع حدا بلاش. هلا رح نسحب ورقه من هون، اثنيناتنا رح نجاوب على السؤال اللي موجود هون، اللي بجاوب صح بياخذ نقطه، اللي ما بجاوب صح. طيب يلا سحبت. اكثر مسلسل تلفزيوني عربي او اجنبي بتحب تحضره؟ أنا بعرف. بتحب Game of Thrones. Beside Game of Thrones, House of Cards. You like Big Bang Theory. You like Breaking Bad. Yeah. من شو بخاف؟ طارق بخاف من الأماكن الضيقة. الحشرات. فوبيا الحشرات. علاقتي مو منيحة بالحشرات. شو بخاف أنا؟ مرتفعات. بخافي تخسري العالم بتحبيهم. الأكلة المفضلة. طبخ وفاست فود. فاست فود. You like Chinese cuisine like sweet and sour. You like steak. Steak is your favorite. أنا شو بحب أكثر شيء؟ بيتزا. You're a pizza person. Yeah. كمان سوشي. You love it. I like sushi. بحب الستيك مع صوص الشتان اللي بعمله أنا. Yeah. شو الأشياء الصغيرة اللي بتخليك سعيد؟ طروق بينبسط بميوزك حلوة. تصوير. التفاح اللي مغطس بسكر. بوم داموز. يعني هي الشغلات بتسبب له سعادة هائلة. لا أنت ما جاوبت عني. ما جاوبت ما جاوبت. ما عندك علامة خلص خسران. بلا أعطيني علامتي فوق. Good food. That's right. A nice walk, the sun, summer in general, beach. صحيح. لك شان عبيت الكنزة وحالي. يا عبيت الكنزة. الأكل المفضل طبخ جاهز. شو هاد؟ شو أسئلة شو؟ لك لا هاي أسئلة مأسرة مفبركة مفبركة مفبركة. لا هاي بالغلط. في غش باللعبة، في غش، في تزوير نتائج وتخباية أسئلة. أكثر عادة بتكرهها فيني. بتكرهي إني بتأخر. بحب اخذ وقتي. انت بتكره فيني اني عصبيه. صحيح. امتى ما لازم تحكي معي؟ وانت عم تقري وانت جوعانه. صحيح تاخذ علام. امتى ما لازم احكي مع طروق؟ هو عم يمنتج يكتب مسج. ما بجمع عشان شيء. انت وعم تغني؟ اذا انا عم صور او انا عم فكر عم حضر المشهد يعني براسي. شو ممكن تغير بحالك شكل او شخصي؟ بتقصي شعرك قصير وتعملي اشقر احمر. فوشيا 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 فوشيا. طارق بيعمل عمليات انف. خسر. لا لا خسرت خلاص. اذا بدي غير بحالي بعمل اسناني. خطرت ببالي قبل بس مو هيك. يلاس طارق صندوق ربح. شو اسم مدرستي بالاعداد بالابتدائي والاعدادي والثانوي؟ صعبه هاي رح تخسر فيها عندك. لا طبعا زحقا طبعا. كنتي بالمعونه بالاعدادي والثانوي. صحيح. بس بالابتدائي كنت بصيدنايا. صحيح. شو كان اسم المدرسة؟ قايلت لك ياها مرة. ما بعرف اسم الابتدائي. لا ما خسرت، قلت اسم الثانوي والاعدادي. في ابتدائي انا رح جاوبك على ثلاثة. في ثلاثة جاوبت على ثلاثة. انا رح جاوبك على ثلاثة. انت هلا اوريدي متقدم علي بنقطة. ما دخل هي اللعبة هيك. شو اللعبة؟ اللعبة تحدي. I know her better. انت كنت مدرسة الرعاية بالابتدائي، بعدين بالآسية، بالاعدادي وبالثانوي. خسرت 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 خسرت. لأنه ما كنت بالرعاية، كنت بالرجاء. الرجاء. لك لا قلت بالغلط. You judge. You judge. قلت بالغلط. You judge. اسمعني بالغلط قلت الرعاية. بعرف إنه الرعاية تبع البيزانسون. أكيد أنت ما كنت بالبيزانسون، أنت كنت بالرجاء. طب خلص رح أخسر حالي نقطة كمانك. ماشي. طب خلص خذيها. لا ما بدي. اثنيناتنا صرنا خذيها. خذيها. لا والله. لا والله. خذيها هي وهي كمان. لا والله خذها هذاك. خذي الكاميرا معي خلص. غصي حسابي رح أحط لحالي وحدة زيادة. أنت غلطتي بالحساب وأنا رحت قلت لا. شكرا لك. ساندرا متقدمة بفارق نقطة. هذه هويتي. شو العلامات اللي بتكشفني فيها لما كذب؟ طارق لما بيكذب عنده حالتين، بيكون مرة عم بيكذب ويفرجيني انه عم بيكذب، عم بيشلقني فبيقعد يعمل هيك حركات. ساندرا انا رايح اشتري غرض وراجع على السريع. شايفين شو كذاب؟ في الحالة الثانية اللي ما بيكشفوا فيها بقى، فما بعرف شو بيكون عم بيعمل. بتعصبي وبتغير السيرة. وبقلب الحق عليك. صحيح. شو الشغلات اللي بتعصبني منك؟ مو طلعت معنا يا سؤال. أسئلة عم تنعاد. أسئلة في غش في غش. رجالي الأسئلة لو سمحت. تحكيم فاشل. شو أنا حكم ولاعب. تحكيم فاشل. عندي اقتراح، عندي اقتراح. سأقول لك. أنا حليت. أنا حليت. أنا حليت. خلاص كده هتلمهم بعدين أنت. ما أنت جاوبت صح؟ إيه. أوكي معناتنا ما صح. سندور لا زال متقدم بنقطة. سندور أكثر كلمة بكرهها. شغف.
امتى ما وردت باي حديث باي سياق؟ ما فيني اسمعها غير الا عن شغفك، ما فيني اسمعها غير هيك. اكثر كلمه انت بتكرهيها؟ حرب؟ الازمه. ماما هي الكلمه بتعمل لي ازمه. انا رح اخبي هالورقه مع الورقه الثانيه اوكي حبيبي. فانت خسرت للمره الثانيه شيء؟ لا ما خسرت، ليه خسرت؟ انت قلت نقيت كلمه حرب. انت ما كنتي عرفانه، انت صفنتي هيك قلتي. ايه نقيت غير كلمه. بامكانك تنقي كلمتي ثانيه. الخاسر هو الطارق. سنور سنور. لا لحظه، لوزع الجائزه على حالي. رح اجيب الجائزتين، رح اجيب الجائزتين. خلي عينكم علي لا تشوفوا. تبا صحن كرتون. لا جبت صحن كرتون، جبت صحن كرتون. كانت رح تضربني صحن ازاز. جائزه للرابح، عقوبه للخاسر. طرق، نطلب منك تشيل النظاره لو سمحت. إذا تحب تشرح كنستك لأنك بتحبها بعرفك. جهز حالك نفسياً وتتقدم باتجاه المنصة لو سمحت. enough يكفي. تحب تأكل؟ قول أنا خسران. I'm a loser loser loser. I lost the challenge. You lost the challenge but I love you. Go. طب ليه عم تعذبيني نفسياً؟ خلاص اضربيني. Next challenge أنا رح أنتقم. Baby أنا رح أربح التحدي الجاي وهي رح تأكل كريم. Let's show. شكرا لكل اللي حضروا التشالنج وبنتمنى أن يكون عجبكم. يعني هالمرة خسرت بس مرات جاي I promise to do better. إذا عندكم أي اقتراحات لتشالنجز حلوين اكتبوا لنا إياهم بالكومنت هون ومنشوفكم بالتشالنج الجاي. شكرا كثير، لا تنسوا share like subscribe وكومنت. Thank you. Bye. Bye.